attack now. Seconds ticking. And he scores and that's it. Denmark has... مشاهدينا الكرام اسعد الله مساءكم بكل خير ومرحبا بكم الى جوله اخبار الرياضه والبدايه بالعناوين. ديربي العاصمه الاول بين اتحاد الجزائر ومدية الجزائر يعود غدا الى ملعب 5 جويلية. لاعب امل الاربعاء حسين حروش ولاعب اتحاد البوليده فتحي نوبلي يؤكدان مغادرتهما لفريقيهما مع نهايه مرحله الذهاب. والاتحاد الدولي لكرة القدم يعاقب جوزيف بلاتر وميشيل بلاتيني بلقاف لثماني سنوات. أهلا بكم مجددا. ستكون أنظار عشاق الكرة المستديرة عشية الغد صوب ملعب 5 جويلية الأولمبي الذي سيعود إلى احتضان مباراة الديربي العاصمي بين اتحاد العاصمة ومولودية الجزائر، مباراة ستحبس الأنفاس بتضارب المعطيات، فالاتحاد أمام هاجس الإصابات ومرارة الإقصاء من الكأس رغم تصدره للبطولة، أما المولودية فتسعى لخطف المركز الثاني وتضييق الخناق على رائدي البطولة. قراءة الدق في معطيات الديربي العاصمي مع وليد مرزوقي. أخيرا عاد دربي الكرة الجزائرية إلى ملعب 5 جويلية، وأخيرا عاد عشاق الاتحاد والمولودية إلى المدرجات بعدما فقد الدربي نكهته وبصمته في البطولة الوطنية، والجميع اليوم بات ينتظر ما سيعد به مسرح 5 جويلية بين الاتحاد والمولودية. وقبل ساعة عن موعد الدربي تغيرت المعطيات بخروج الاتحاد من منافسة كأس الجزائر، وسؤال بات يطرح نفسه الآن حول ما مدى تأثير الإقصاء على كتيبة الاتحاد قبل مباراة المولودية. إقصاء مر، الله ما على بالي يا أخو، بالك الإصابات وما فهمناش كان، الله ما فهمناش. إن شاء الله، إن شاء الله نكونسونطري في الشامبيونا ونفرحوا لي سيبورتي إن شاء الله، ويقوم غير يسمحوا لنا إن شاء الله. وزيادة على إقصاء الاتحاد من منافسة الكأس، فإن الغيابات أيضا أضحت معضلة تؤرق المدرب ميلود حمدي. بعد انضمام بايتاش لعيادة الفريق مع كل من برفان مزاري وحسين العرفي، والأمور باتت صعبة على أشبال الاتحاد في تخطي عقبة مولودية الجزائر رغم زحفهم الإيجابي في البطولة الوطنية. على نقيض آخر، فريق مولودية الجزائر الذي استعاد بريقه بتأهله إلى الدور 16 من منافسة الكأس واحتلاله المركز الثالث في البطولة الوطنية سيكون مدعوما بأنصاره وبكافة عناصر المجموعة باستثناء رضوان بشيري الذي تأكد غيابه عن النسخة 80 من مباراة الدربي بين الفريقين. Pas à faire attention à ce qu'ils ont fait l'USMA aujourd'hui. Nous on va se concentrer sur notre match et jouer à notre niveau inchallah. Inchallah on va essayer de faire une bonne chose inchallah. Inchallah حنا بدا بينا ان شاء الله حنا نديروا اليد في اليد ان شاء الله باش نجيبوا الماتش تاعنا بكل زعما بكل طرق ان شاء الله نجيبوا الماتش تاعنا هذا ونربحوه ان شاء الله يا ربي. وبغض النظر عن الفائز في مباراة الدربي إلى أن الفرجة ستكون مضمونة في مدرجات وبسط ملعب 5 جويلية. هذا وأبدى أنصار الفريقين سعادتهم بعودتهم إلى المدرجات بعد غياب امتد لثلاث مباريات جمعت الاتحاد بالمولودية مؤخرا، كما شدد أنصار الناديين على الروح الرياضية التي تجمع بين أبناء الحي الواحد. في الدربية إن شاء الله يولي كما كان زمان 97 98 كما كان، خاطش نقص العوام اللي فاتت بالبزاف يا أو ياكلوا أو ياكلوا أو ياكلوا بزاف يا. هذا العام إن شاء الله نشوفوا دربي شباب وحنا نربحوا، نعاود داك لاطروزيام فوق وحنا نربحوا يا. عندنا 3 سنين ما شفناش دربي مولودية الياسمة، الخطرة هذه حيكون شغل شغل فرحة كبيرة. خوا ونريحوا كيف كيف والميور كي كان وان شاء الله نربحوهم يا ان شاء الله يكون 1-0 المولوديه ومرزوق ان شاء الله يا الدربي ان شاء الله نربحوه يا اخو واللي ربح ان شاء الله روح رياضيه واللي ربح بصحته يا اخو خاطش حنا خاوه حنا وانا حنا والمولوديه اللي اسمها مولوديه خاوه وان شاء الله نفوزوا بالدربي هذا هو الدربي تاع الجزائر ما كاش فوقه اللي اسمها مولوديه ما كاش فوقه يا اخو نربحوهم في التيانا لعبوا بالون في المدرجات ما تكسرش راسك كاع أنصار اتحاد العاصمة ما تخافش عليهم يا
عندنا جمهور يفرح خويا. من لاكوب اللي خسرناها من لافينال تاع لول العام اللي فات صافي دوزون، هذيك اللي راهي قاعده ماشي هذيك اللي راهي قاعده للمولوديه، ما حاجه واحده اخرى من قبل. حنا اللي اسماء كنا معاهم كونفيون دو كوب داجيري كونسيكيتيف، مع ان ربحناهم كيما نقولوا لاندي جي ديالنا نشوفهم، ربحناهم الاثنين والخميس اللي اسماء دو ان شاء الله. ما شوف نماركيو حنايا كاع اللي زمنا اللي اسماء نزيدوا لهم الدوزيام. في سوق الانتقالات الشتوية غدر اليوم رسميا متوسط ميدان نصر حسين داي أيمن ماضي فريقه بعدما تحصل على أوراق تسريحه من إدارة الفريق العاصمي. خريج مدرسة رائد القبة واللاعب السابق لشبيبة القبائل، لم يلعب كثيرا هذا الموسم مع فريقه حسين داي، ما جعله يقرر وضع حد لتجربته مع الفريق، أقول خصوصا وأن التيار لا يمر بينه وبين مدرب الفريق يوسف بوزيدي. هذا ودخلت عدة أندية من الرابطتين الأولى والثانية في اتصالات مع اللاعب فور سماعها بخبر حصوله على أوراق تسريحه على غرار اتحاد بلعباس، مولدة العلماء، شباب باتنا وشبيبة القبائل. في أخبار اللاعبين دائما ولدى نزولهما ضيفان على حصة بطولة برو التي تبث على قناة الجزائر، عبر كل من حسين حروش متوسط ميدان أمل الأربعاء وفتح نوبلي مهاجم اتحاد البوليدة عن استيائهما في ظل الضغوط التي يعيشانها سواء من الإدارة وبعض أنصار فريقهما، مؤكدان في نفس الوقت أنهما سيغادران ناديهما مع نهاية مرحلة الذهاب. انا نحترم المناصر باسكو كل واحد عنده راي تاعه، وكل مناصر دوك هادو يحبوا الفريق، سما يكون عندهم راي اخر اخر، هما ديجا هما ما مشي يشوفوا كاع واش كاين داخل 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 الجروب ولا. وهذاك واحد المناصر نقول له انا ما درتش لاكرا، فانا كنت مبليسي كان عندي اصابه ما لعبتش، سما باش تعرف بلي الناس ما على بالهاش، كاين عباده ما يغلطوا فيهم يقول لهم هذاك ما يحبش يلعب، هذا لاكرا هذا لاك. اخر مباراه تاعي تكون امام شباب قسنطينه، وان شاء الله الفريق يقعد في القسم الاول ان شاء الله يحقق القاب كثيره كاع ان شاء الله يا رب. نعم، واش عم يشوف شو اللي شوف المشاكل حنا اللاعبين دونك كنا مشاكل بالك مع الاداره بالك ماشي خالصين كما قال لك حسين، ما حتى نادي مشاكل مع مناص ماشي مع كاع مناصرين، بصح ما كاين فئه تما كاين فئه اللي ينساو بالخف شغل واش قدمت. حنا دونك لاعب تقيسك خاطرش انت كما قلت لعبت في هذاك الفريق عامين ولا ثلاث سنين، تسمى تمد فيه وتخدم مع الفريق هذاك، تما تطلع معاه ودير بزاف امورات. ما نحب نقول لك انا ثاني تما قاعد لي مقابله ونشوف ان شاء الله مع اللي وجهه كيفاش. 8 سنوات من الايقاف لكل من رئيس الفيفا جوزيف بلاتر ورئيس الاتحاد الاوروبي ميشيل بلاتيني هو الحكم الذي نطقت به لجنه الاخلاقيات بالهيئه الدوليه لكره القدم التي باتت تعيش على وقع الفضائح والاتهامات. وكان حق استضافه كاس العالم 2018 و2022 السبب الأول في هز استقرار عمر لأكثر من قرن كامل. خديجة خداوي والمزيد من التفاصيل. منذ أزيد من قرن لم يعرف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا هزة عنيفة مثل التي يعيشها هذه الأيام. من مدينة زيوريخ الهادئة انفجرت فضائح الفساد وانتشرت أخبار الرشوة فبلغ صداها أركان العالم، فبات الرئيس بلاتر ومساعدوه يلعبون الوقت بدل الضائع في هيئة فاقت ميزانيتها ميزانية العديد من الدول. اليوم وبعد أخذ ورد وتبادل مستمر للاتهامات، نطقت لجنة الفيفا بحكمها على جوزيف بلاتر وميشيل بلاتيني بالإقصاء 8 سنوات، حكم وصل آذان بقية المتهمين من الكونفدرالية الأخرى. وكما أوضح بيان الاتحاد الدولي فإن فتيل الفتنة الذي أشعل النار في الفيفا هو صراع المصالح الذي بلغ أشده وكان لابد أن ينفجر في يوم من الأيام. ألم ترتفع الأصوات المنددة بمنح قطر وروسيا حق استضافة كأس العالم 2018 و2022؟ وكيف كان رد فعل الأمريكان والإنجليز بعد خروجهما من سباق التنظيم؟
ولابد من القول أن الاتحاد الدولي لكرة القدم قد نجح عبر قرن من الزمن وأكثر في البقاء بعيدا عن أي مراقبة، ما شجع بدون شك بعض المغامرين من الدخول في دوامة الفساد. وإذا كان القرار القاضي بمعاقبة بلاتر وبلاتيني لا يحتاج إلى تعليق، فإنه لابد من القول أن الفيفا قد أصبحت تشكل هيئة بلا مصداقية في نظر 200 عضو الذين تحدث بعضهم في وقت سابق عن ضرورة إجراء إصلاحات تجعل الهيئة الدولية أكثر شفافية ومصداقية. وبكل تأكيد فإن إقصاء الرجلين القويين في الفيفا واليوفا سيكون له بالغ الأثر على الكرة العالمية التي كانت تتوقع دخول عهد جديد تستفيد منه كل الكونفدراليات من أجل تطوير اللعبة وتوسيع ممارستها وتحسين مردودها. لكن المباراة الأخيرة لبلاتر وبلاتيني انتهت بخاسرين، وهذا يحدث لأول مرة في تاريخ الكرة العالمية. أبدت إدارة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي استعدادها للتعاقد مع المدرب البرتغالي جوزي مورينيو المقال حديثا من تدريب تشيلسي خلفا للهولندي لويس فان خال. ووفقا لصحيفة ذا سان البريطانية، فإن نادي الشياطين الحمر مستعد للتعاقد مع سبيشال وان لتعويض الرحيل المرتقب للويس فان غال الذي لم يعد يلقى الإجماع في مجلس إدارة ألمان يونايتد نظرا لنتائج السلبية التي بات يحققها الفريق. يذكر أن مانشستر يونايتد يحتل المركز الخامس في البريمير ليج برصيد 29 نقطة بعد مرور 17 جولة. والآن نصل إلى المختصرات الدولية مع الزميل حسن بريوة. فاز لاعب تنس أندي ماري بجائزة بي بي سي لشخصية العام الرياضية في بريطانيا، وذلك بعد أن قاد بلاده إلى انتصار تاريخي بفوزه لأول مرة بكأس ديفيز منذ 79 سنة. وجاء ماري في المركز الثاني في التصنيف الدولي للاعب التنس بعد فوزه بمباراة كأس ديفيز الـ11. تغلب كليفلاند كافاليرز على ضيفه فيلادلفيا 76رز ب 108 مقابل 86 سلة ضمن دور كرة السلة الأمريكي للمحترفين، ويعد هذا الفوز الخامس على توالي لكليفلاند كافاليرز الذي عزز موقعه في صدارة المنطقة الشرقية، فيما مني فيلادلفيا بخسارته 28 هذا الموسم مقابل فوز وحيد. عبر قائد تشيلسي الإنجليزي جون تيري عن حزنه وأسفه لمغادرة المدرب البرتغالي جوزي مورينيو قلعة ستامفورد بريدج، مؤكدا في الوقت ذاته مسؤولية اللاعبين في إقالته من دون قصد نظرا لعدم تقديمهم للمستوى المنتظر والذي أدى إلى تسجيل نتائج سلبية منذ انطلاق الموسم للبلوز. تعرض ليونيل ميسي لموقف محرج وصعب بعدما تعرض للإهانات من أنصار ريفر بليت الذين صادفوه في مطار ناريتا الدولي بطوكيو، وانهالوا عليه بالسب والشتم بعدما سجل عليهم هدفا في مباراة نهائية. تصرفات أثارت حفيظة ليو الذي انفجر غضبا في وجه مناصر بصق على وجهه، ما دفعه بالرد عليه قبل تدخل زملائه في الفريق الكتالوني. مشاهدينا نهاية جولة أخبار الرياضة، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.